افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مصنعا جديدا لإنتاج مربعات الصلب البيليت بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات 1.1 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 250,000 طن ويتيح 650 فرصة عمل مباشرة. وقال الوزير إن هذا المصنع والذي يتبع مجموعة المراكبي للصلب يمثل إضافة حقيقية لصناعة الحديد في مصر، لافتا إلى أن إنتاج المصنع سيلبي احتياجات مصانع المجموعة المتخصصة في إنتاج حديد التسليح، حيث سيوفر ما يقرب من 100 مليون دولار قيمة استيراد الشركة للبليت من الخارج سنويا، كما سيتم توجيه 25% من الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية. وأشار قابيل إلى أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصا كبيرة أمام الشركات العاملة في هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الاستثمارية سواء في السوق المحلي أو العالمي، مؤكدا حرص الحكومة على دعم ومساندة هذه الصناعة الحيوية والتي تستوعب الآلاف من فرص العمل.